لكون فت عملتها في الشمع شو هالاشكال هو؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا تفضل اهلا وسهلا تفضل رح اعرفك على هالعيلة الكريمة محسوبك دنيناتي فتح الله اكبر تاجر حلق بالبلد ما شاء الله يعني الحلقك منك وفيك مبين محسوبك عويناتي فتح الله دقق مالي دقق ما شاء الله ليدقك بنص عينك اكيد اسم المدام صديرتي فتح الله كمان لا انا رندا رندا اروى للمحروسه للعروس مش انت العريس الجاي يطلب ايد بنتك يا هلا وسهلا يا طعم صراحه انا جاي اطلب ايد بنتكم بس لي ساعه عم بتطلع فيها ما بعرف بحس انه ما بتشبهكم ما في شبه بيناتكم يعني اسم الله عليها هي حلوه ومهيوبه الله يخلي عمليات التجميل يا حبيبي طبعا من فوق سيليكون وتحت شفط شوف احسن شوف ما بتجنن لا حبيبي لا بنت حلوه من اولتها هيك مبين مبين اسم الله عليها مبين لكن يعني انا حابب اطلب ايد بنتكم ويا ريت توافقوا ايه انا بلاقي عريس احسن منك يا طعم خدها ولا اوي اهلا وسهلا فيك عرفتك عن حالي سنيناتي فتح الله طيب يعطيكم العافية أنا صار بدي فل وقت بطلت عجبتك أختي لك نحن عملنا عمليات كتير بس بعد فستانة ما عملنا لاش عملية والله؟ إيه إذا هيك بيمشي الحال يعني بيمشي الحال مزبطهم طيب لكن أنا إذا يعني رسميا حابب أطلب إيد بنتكم وبشكل رسمي بابا ايه انا بدي ايه هلا هدى صار فيك تطلب ايدي رسمة وين راح اخذ ايدها معه ولك ما عرفنا مين انت يا خي عرفنا عن حالك هاي بيتي يفتح الله